السلام عليكم أصدقائي، أنا اسمي سيزار العدم، برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. بالعادة الشركات بتصنع أجهزة رائدة اللي هي فلاج شيبس، ولكن في الناس ما بيقدروا يدفعوا 600 دولار أو 700، حتى الرينج من 600 إلى 900 دولار. فعليا الناس بيدوروا على جهاز يكون جميل رائع وسمارت فون، أي جهاز ذكي بس بسعر مناسب. طب شو الحل؟ من وين نجيب؟ إن شاء الله اليوم نحكي عن جهاز ممكن تشتروه ويكون جهاز ذكي. طيب شو رأيك بجهاز عنده شاشة 5.5 انش فول اتش دي، جهاز عنده معالج سناب دراجون 617، يعني قريب جدا أداؤه من أداء المعالجات القوية. اوكي مرة ثانية، شو رأيك بجهاز عنده 2 جيجا رام؟ ايش رأيك بجهاز عنده بطارية بتكفيك طول اليوم؟ شو بدك كمان؟ كل هاي المواصفات موجودة بجهاز واحد اللي هو الموتورولا موتو جي 4 الجيل الرابع. طيب يا سيزار بدنا جهاز فيه كاميرا مرتبة. طيب شو رأيك كاميرا 13 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.0 زائد كاميرا أمامية 5 ميجا بكسل؟ بدنا ذاكرة كويسة. شو رأيك بجهاز 16 جيجا بايت أو 32 جيجا بايت بسعر ممتاز؟ على كل حال انت بتدور على جهاز رخيص ومواصفات ممتازة، فعليا هذا الجهاز موجود، وهذا الجهاز اسمه موتورولا موتو جي الجيل الرابع. هذا الجهاز فيه المواصفات اللي حكيت عنها أنا، شكله لطيف جذاب، سعره 150 دولار. أحسن من هيك سعر ما راح تلاقي بهيك مواصفات. فأنا بنصح أي حدا ما عنده فلوس كتير ومش حاب يحوش، حاب يجيب جهاز مباشرة ويكون الجهاز ذكي وبيمشي حاله، هذا الجهاز الأفضل اللي هو الموتورولا موتو جي الجيل الرابع. سعره على أمازون 150 دولار، على سوق.com 730 درهم. جهاز ممتاز قوي، شكله لطيف، بيأدي معظم الأغراض اللي انت بتتوقعها من هاتف ذكي، وسعره في متناول اليد. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وإذا عجبكم اعملوا لي لايك سبسكرايب شير، وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو القادم. انتظروني.